خلوني بقى اكلمكم على حاجة تانية على الفيسبوك. انا فوجئت بقالي يومين على تعليقات كتيرة جدا عن حاجة حد اسمه هاني. يعني انا بقى ايه هاني مين؟ يعني انا هاني مين؟ ايه حكاية هاني؟ وبدأت الناس كلها تدور على هاني. هاني ده جزء من مسلسل، شخصية في مسلسل، مسلسل اتذاع، وفجأة تعود هذه اللقطة علشان تحول اسم هاني او الكاركتر بتاعت هاني دي الى شخصية. يبدأ المصريين، احنا شعب جميل جدا، احنا شعب نقدر نضحك على اي حاجة ونسخر من اي شيء. عايز اقول لكم ان الترند ده مكسر الدنيا، وان الفيسبوك مليان نكت ومليان شخصيات ومليان مش عارف ايه وصور وتعليقات، واحنا ما كسبناش في الماتش ليه؟ ايه يا عم ليه ده هاني؟ طب انت ما حسبتش مش عارف كده؟ ايه يا عم ده هاني؟ وتحول هاني الى الشخصية اللي هو محدش يقرب من هاني. حوريكم المشهد ونرجع نتكلم على هذا الترند اللي احنا ملاحظينه في الفيسبوك. انت عارف ده مين؟ طبعا الكنترول كله بيضحك في ودني يا جماعة. والله انت عارف ده مين؟ ده هاني. طب انا مال هاني مين؟ يعني ايه ده هاني؟ المهم انا بقى علشان اخلص لكم الليلة دي جبت لكم هاني نفسه. معي على الان الفنان محمد سليمان عبر سكايب. مساء الخير يا هاني. مساء الخير عليك استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وانت طيب يا حبيبي؟ انا بشكرك جدا جدا جدا. متابع اللي بيحصل والهاشتاجات والترندات؟ طبعا طبعا طبعا. وعايز اشكرك جدا جدا انك اديت فرصه لهاني انه يتكلم ويدافع عن نفسه. ايه يا هاني اللي انت بتعمله في الناس ده يا هاني؟ ليه كده؟ والله يا استاذ محمد، اولا مبدئيا انا يعني الترند ده طلع باسمي، اوكي، وده من حظي. بس في الحقيقه الترند دوت اللي يستاهله الاستاذ المخرج العالمي العبقري الاستاذ تامر محسن اللي كتب المسلسل واخرجه، والفنانين والنجوم الجمال اللي انا كنت بشتغل معهم في المشهد ده، اروى جوتا واياد نصار، الحقيقه بشكرهم على الهواء وبعت لهم تحيه كبيره جدا. انا عايز اتكلم يعني مبدئيا واقول انه دور الدراما اساسا، دور الدراما استاذ محمد في رايي المتواضع انه هو مش احنا مش بنعمل اعمال تحاكي المجتمع او تمشي على هوى المجتمع. الدراما ثقافات متعددة ومختلفة من بلاد كتير جدا، حتى في بلدنا نفسها في ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة. الدراما في رأيي ان هي بتخلق حالة معينة افتراضية طبعا، بتستفز المتفرج بطريقة ما، سواء اذا كانت الدراما ماشية مع توجهاته وافكاره الشخصية او اذا كانت ماشية في اتجاه مختلف. دي وظيفة الدراما في رأيي، ان هي تثير التساؤل عند الناس. يا فنان يا محمد، انا عايز اسالك اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى يعني المسلسل اللي اتعرض من امتى؟ من 3 سنين تقريبا. طيب اشمعنى دلوقتي فجاه تعود شخصيه هاني ويعود حته دهاني؟ يعني انت ما تعرفش اصلها طلع ازاي، فجاه كده لقيت نفسك بقيت عدت بهذا المشهد؟ واروى طبعا طريقه اروى وهي بتقول الله جرى ايه ده هاني. بالظبط كده يعني. أوكي. ليه محمد؟ انا فكرت في السؤال ده بجد، فكرت فيه واتسالت السؤال ده كتير، ليش معنى دلوقتي؟ تحليلي للحكايه ديت، اول حاجه انه من تجربه شخصيه كمان يا استاذ محمد، ان الاعمال اللي بتتشاف خارج رمضان بتتشاف بجد. اوكي، انا جربت ده في هبه رجل غراب في الجزء الاول، جربت ده في كانه امبارح، جربت ده في خيط حرير، جربت ده في اعمال كتير جدا اتعرضت خارج السباق الرمضاني وبجد اتشافت. وكل كلمه في المشاهد كنا بنشوفها في كوميكس، يعني في مسلسل النجمه الجميله مايا الدين الاخير خيط حرير، صحيح، كنا بنسمع الجمل اللي احنا كنا بنقولها بالتفصيل مكتوبه في كوميكس، يعني الناس كانت بتسمع وتتفرج بجد. فتحليلي الوحيد ان الناس شافت المشهد ده وعلقت عليه وعملت الكوميكس دي كلها، ان هم ابتدوا يشوفوا المسلسل بجد. ان في وقت رمضان نفسه في بتاع 17 او من 17 ل 20 مسلسل كانوا بيتذاعوا في نفس الوقت. فبيتهيألي ده السبب الرئيسي اللي بيخلي حاجه زي دي تظهر دلوقتي بعد 3 سنين. طيب انا عايزك بقى ايه تبص للناس وتقول لهم في الكاميرا، بص في الكاميرا كده وقول لهم جرى ايه؟ انا هاني.
جرى يا جماعه، انتوا زعلانين مني ولا ايه؟ ده انا هاني. طيب محمد انا عايز اسالك، انت بتعمل ايه اليومين دول؟ ايه اللي انت شغال فيه؟ الحقيقه انا بنحضر في فيلم دلوقتي، في فيلم اوريدي خلص، فيلم اسمه سحر النساء، وده فيلم جميل جدا مختلف خالص عن الحاجات اللي انا عملتها قبل كده. بيتكلم عن روحانيات شويه، وبيتكلم على العالم البارانورمال. الفيلم ان شاء الله منتظرين يخلص مونتاج، ويمكن ان شاء الله يتعرض في السينمات اذا كان في فرصه في العرض في السينمات في اجازه نص سنه ان شاء الله. اخراج احمد عياد رشيدي، وسيناريو حوار محمد بيك، بطوله النجمه الجميله رندا البحيري، وانا ومجموعه ممتازه من الفنانين الرائعين. حاليا بنصور فيلم اسمه ليلة في الجحيم، وده فيلم رعب، وده اول مره في حياتي اشترك في فيلم رعب. والفيلم ده انا يعني منتظر ان شاء الله انه يحقق نجاح كبير جدا، لانه فكرته جديده، ويا رب يا رب. لا ما لا ما تقلقش، كويس ان انت شغال. وبعدين على فكره انت تتضايق ليه؟ ده انت هاني يعني، انت هتقلق ليه؟ انت هاني يا محمد. استاذ محمد انا بليز عايز اقول وجهه نظر هاني بقى، لكن خلينا نتكلم بشخصيه هاني بالظبط. خاصه بص ده التعليقات في الكوره جاريه يا جماعه، ده هاني. التعليقات في الصحه، ايه اكتر حاجه عجبتك؟ ايه اكتر تعليق شفته ضحكت بقى؟ اكتر تعليق اللي هو ساعه ما حطوا انسيرت للاستاذ سعيد صالح، بيقول لها بيقول لنايلة بيقول لها ترى ايه يا شيخ، ترى ايه يا شيخ، مختاريه. مت من الضحك، لان طبعا هي اروى كانت عنيفه جدا في المشهد، وطبعا هي اثارت استفزاز كل الرجاله اللي في الدنيا، اثارت النخوه الرجوليه، ازاي واحده ست تقول لي روح بات عند امك يومين، ازاي؟ فطبعا لما حطوا الانسيرت بتاع الاستاذ سعيد صالح الله يرحمه، مت من الضحك، وقعت بقى، وقعت ما قدرتش بصراحه. قول لي بقى، اتكلم كهاني، انت بتقول لي عايز اتكلم كهاني. بالظبط، وجهه نظر هاني دلوقتي، هاني متجوز واحده ست، خلف منها ولد، والولد ده مصاب بالصرع. هاني متربي ونشا مع نايلة اللي هي اروى جوده، من وهم صغيرين وتربوا مع بعض، واصدقاء يعرفوا اهل بعض، ويعرفوا امهات وابهات بعض، كويس؟ ففي علاقه زي ما تقول شبه اسريه. نايلة اتجوزت وهاني اتجوز. هاني حظه طلع من نايل، مراته بعد ما جابوا الولد والولد كان مصاب وكده، ما قدرتش تستحمل مرض ابنها، ان ابنها يبقى عنده صرع، فطقت جننت. بيحصل ده يا استاذ محمد في الحياه ولا ما بيحصلش؟ بيحصل طبعا، احنا ما حدش بيتكلم في ده طبعا. الست مش من الراجل هو اللي يسيب الولد ويمشي، لا، الست هي اللي تسيب. بتحصل كتير جدا، ستات بتسيب عيالها وخلاص. دلوقتي على الخط الثاني، على الخط الثاني، نايلة متجوزه اكرم وبيشتغل في الشركه بتاعت ابوها، وفي نفس الوقت جات له نزوه انه يتجوز بنت من طبقه شعبيه، مش من الطبقه بتاعته خالص، من منطقه ثانيه خالص، وعاش قصه كده معينه، واتجوز على مراته، كويس؟ ابتدى يشك في مراته، وهو اصلا مش مفروض يشك فيها، لان هي ما بتعملش حاجه غلط، اللي بيعمل حاجه غلط او اللي بيعمل حاجه ومخبيها هو، ولا انا بتكلم غلط؟ بالظبط كده، انت هي دي قصه المسلسل، دي الحبكه، دي حبكه بالزبط. المسلسل، وده استاذ تامر محسن بقول له شابوه يا استاذ تامر. الشك جاي من جواه، من جوه اكرم، لان هو اللي بيعمل حاجه غلط زي ما بيقول. انما هاني ما بيعملش حاجه غلط، الانسان بيحكم على الاخرين بطبعه. هاني طبيعي ان هو يعرف ان هاني ده صديق نايلة، الروح بالروح، مع اختلاف طبعا ان في عادات وتقاليد، في ناس لا تؤمن ان في صداقه بين الرجل والست. يا استاذ يا استاذ محمد، هاني نازل معاها من فوق. ده كان بينايم الواد يا استاذ، كان بينايم. انا بقول انه ما نقدرش نحكم على 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 حاجه مستجزاه من مشهد ونبتدي نقول حرام وحلال وكده. يا جماعه دي دراما، وحتى لو كانت الدراما مش ماشيه في السياق، طب ما احنا بنتفرج على افلام امريكاني يا استاذ محمد، هل بنقول ان اللي لا طبعا ده ملوش دعوه دي، ما احنا انا متفق معاك انها دراما، ولكن الناس اخذت شخصيه هاني، وعايز اقول لك ان هذه الشخصيه او هذا التعبير، الموقف ده والتعبير، بغض النظر بقى هو بيعمل ايه، هو بيعمل كوبري فوق كل العادات والتقاليد والمشاعر، لان هو بيختصر كل ده في كلمه واحده بس، انت زعلان ليه؟ ده هاني، على اعتبار ان هاني ده ملوش دعوه باي حاجه بتحصل،
وان هاني ده مسموح له يعمل كل حاجه واي حاجه وفي اي وقت. حمد يا سليمان انا عايز اقول لك ان شخصيتك سجلت بهذا في مسلسل هذا المساء النهارده، واصبحت هاني، وطريقه اروى وطريقه طبعا واياد نصار وهو بيبص لك وكل ده، المشهد ده سجل خلاص في خلال ال 48 ساعه اللي فاتت دول في تاريخ، خد بالك، وده هيسجل في تاريخ الدراما المصريه، وان هو تحول الى افيه سيستمر الى عشرات السنين القادمه. بشكرك على وجودك معانا هاني. ربنا يخليك محمد سليمان، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وعلى يعني حديثك معانا. هاني بقى أكتر حاجة كوميدية بياخدوها الناس النهاردة، وإحنا عرضنا على حضراتكم وأنا بتكلم معاه بعض اللي موجود على الفيسبوك وبعض الحاجات اللي معمولة ترندات على أنت زعلان ليه؟ ده هاني، مين ده؟ ده هاني، ليه كده؟ ده هاني، كل ده خلاص أصبح كلمة ده هاني هي كلمة الكلمة العادية اللي بتفسر لك كل حاجة. طالما سمعت اسم هاني حطوا اي تفسير انت عايزه خلاص، وعدي الليلة كلها.